إذا هذا ترانسفورمر أوبن تيست، خلينا نراجع الترانسفورمر أوبن تيست والشورت تيست. قلنا في عندي الإكوفالنت سيركت موديل للمحول، أخذنا هون آر بي اللي بتمثل الكوبر لوسز في البرايمر، بعدين إكس بي اللي بتمثل الليكج رياكتنس، الليكج رياكتنس تبع البرايمر، بعدين الكور مثلنا الكور لوسز اللي هي الأدي كارنت والهستريسيز لوسز، وبعدين عندي هون الماجنتايزيشن كارنت أو الماجنتايزيشن إلمنت في الكور مثلنا برياكتنس، الرياكتنس ما راح تاخذ طاقة بس هون راح يمثل في عندي تو كارنتس، في كارنت هون راح يمثل الماجنتايزيشن وكارنت ثاني راح يمثل اللوسز، هذا راح يكون ان فيز مع البرايمري فولتج وهذا راح يكون 90 ديجريز اوت اوف فيز لاجينج مع البرايمري فولتج، هذا عندي الكور. وبعدين اخذنا السكندري وهون عملناها حتى نعملها ريفيرال ضربناها في اي سكوير، وتذكروا ايه هي ايش؟ ايه هي ستيب داون ريشيو تبعت الترانسفورمر من في بي لفي اس، الريشيو بينهم من هذا من هذا الرقم لهذا الرقم، فاذا كان مثلا 10 لواحد راح يكون ايه 10، هذا راح يكون عندي ار كوبر لوسز تبعت السكندري، وكمان عندي هون جي اكس اس كمان راح يكون مضروب في اي سكوير اللي هو الرياكتنس، رياكتنس تبعت السكندري اكس اس. ريفير تو برايمري، ريفير تو ذا برايمري وضربناها في اي سكوير في مربع الريشيو. هلا عندي هون اي تي، هذا هون البرايمري كرنت، بعدين عندي هون هذا راح يصير اي في اس، راح يبين كانه اي في اس، وعندي الكرنت هون اي اس على ايه اللي هو الكرنت الموجود في السكندري. هذه صارت الايكوفالنت سيركت ل الترانسفورمر سنجل فيز ترانسفورمر. طبعا احنا ماخذين هلا هدفنا من الاوبن سيركت تيست والشورت سيركت تيست انه نطلع قيم تقريبيه لهدول البارامترز اللي هي الكور لوسز ار سي كريزستر. طبعا هو ما في ريزستر، هو ريبرزنتيشن لللوسز اللي موجوده واحنا معتبرينه لينير، وهو ما راح يكون لينير. اكس ام هي ريبرزنتيشن للماجنتايزيشن برانش، وهون عندي هي الكوبر لوسز للبرايمري والسكندري والليكج رياكتنسز للبرايمري والسكندري. اذا في عندي تو تيستس راح نعمل اوبن سيركت تيست وشورت سيركت تيست. بدنا نلخص الاوبن سيركت تيست، الخطوات اللي راح نعملها بالاوبن سيركت تيست هي الخطوات التالية. أول خطوة في الأوبن سيركت تيست راح أخلي السكندري أوبن. إذا راح أترك السكندري أوبن راح أترك هذه الفتحة اللي موجودة هون مفتوحة. إذا صار عندي راح يكون تقريباً كارنت، الكارنت في السكندري راح يكون زيرو. صارت الدائرة الإيكوفالنت سيركت هي هاي. لكن الإمبيدنس تبع إكس إم وآر سي أكبر بكثير من ال ار بي واكس بي، واحنا قلنا اذا بحط تو امبيدنسز ان سيريز او تو ريزيسترز ان سيريز اللي بكون مور دومينانت مين فيهم اذا كانوا ان سيريز الاكبر. اذا عندي في الاوبن سيركت تيست هدفي اني اطلع، الهدف منه اني اطلع فايند تو فايند الفاليوز اوف اكس ام اند ار سي. هدفي من الاوبن سيركت تيست اطلع هذول، راح اهمل القيمه هاي لانه القيم هذول بالنسبه للقيمه هاي راح تكون صغيره، فراح يكون تركيزي الاساسي بالاوبن سيركت تيست. اهملت هاي اللي تركتها اوبن سيركت، اهملت هذول لانه قيمتهم راح تكون اصغر بكثير من هذول القيمتين اللي هون. اذا هدفي من الاوبن سيركت تيست اني اطلع قيم اكس ام وار سي. اذا راح اترك السكندري اوبن هاي اول خطوه، ثاني خطوه راح احط الريتد فولتج على البرايمر. اذا ابلاي rated voltage على primary اللي هو VP، راح أقيس طبعا قيمة VP أنا عارفها لأني أنا اللي حطيتها، فراح أقيس IP الكرنت اللي راح يمشي عندي في البرايمري اللي هو نفسه الكرنت اللي راح يمر في XM. تمام، هيدي خطوة خطوة. هلا ماشي، أنا بدي أطلع لسه البي الريل باور عشان أقدر أطلع الزد وزاوية الزد. إذا عندي بقيس اي بي وكمان بقيس ريل باور كونسيومد. إذا بقيس قيمة اي بي الكرنت اللي بسحبه بقيسه بأميتر، بكون حاطط أميتر هون عندي فولت ميتر، وبعدين في عندي باور ديفايس أو وات ميتر حتى يقيس الباور اللي عمالي بعملها كونسيومد. هلا اجنور ار بي واكس لانه ار بي واكس بي، ار بي اقل بكثير حتكون من ار سي واكس
هي اقل بكثير من اكس ام، فكإمبيدنس هاي رح تكون اصغر بكثير كإمبيدنس من هذول القيمتين، فصارت السيركت كانها ايكوفالنت سيركت، صارت كانها اكس ام وار سي. هاي صارت كانها الايكوفالنت سيركت اللي ضلت في الاوبن سيركت تيست، هاي مكونه من اكس ام هون وار سي هون. انا قست اي بي، اذا صارت عندي هاي كانها تساوي زد اوبن سيركت. زد اوبن سيركت هلا هون النقطه الخامسه راح تصير عندي زد اوبن سيركت كماجنتيود بتساوي في بي على اي بي، مضبوط؟ واضح؟ انا عندي في بي كقيمه وعندي اي بي كقيمه، ما بعرف زاويتها بس كقيمه، هو بينهم زاويه بس انا ما كماجنتيود زد بتساوي في بي على اي بي، والزاويه تبعت زد بتساوي هتكون تان، او خليني اطلع اول شيء اطلع الباور فاكتور انجل، فصار عندي كوساين ثيتا بده يساوي بي على في بي اي بي، او ممكن نسميها في اوبن سيركت اي اوبن سيركت، يعني هاي الكين كلها اللي احنا حسبناها هي كانت اوبن سيركت. فهون راح تعطيني، نعم تفضل. بالنسبه لهون احنا شو عملنا الار بي والاكس بي؟ اهمرنا ار بي واكس بي بهذا التست، بهذا التست لانها اصغر بكثير، هذول لما يصير هاي الزد ان سيريز مع هاي الزد، هاي الزد كقيمه راح تكون اكبر بكثير، يعني كانه مثلا عندك 1 ل 1000، لو انا حطيت 1 اوم ان سيريز مع 1000 اوم مين راح يكون دوميننت فيهم؟ ال 1000. لو حطيت ان باراليل مين راح يكون مور دوميننت؟ 1 الصغير. اوكي واضحه هاي متذكرينها؟ اذا حطيت 2 ريزيسترز ان سيريز اللي مور دوميننت فيهم راح تكون الاكبر مهما الصغيره. اذا حطيت 2 ريزيسترز ان باراليل مين راح تكون مور دوميننت فيهم؟ صغيره فمهما الكبيره. فبالحاله هاي احنا هذول الاثنين ان سيريز فاهملنا الصغيره واخذنا ركزنا على الكبيره منهم. اذا صارت عندي هلا كوساين ثيتا، اذا ثيتا راح تساوي كوساين ماينس 1 بي على في بي اي بي او في اوبن سيركت اي اوبن سيركت. صارت عندي ثيتا وصارت عندي زد، تذكروا الان انه زد بتساوي هلا عندي بالحاله هاي هدول موجودين ان باراليل، فعندي الادمن ال Y O C بتساوي A P I P على V P، مظبوط؟ وضع الادمتنس هي مقلوب لهي، الادمتنس هي I على V P وتساوي 1 على R C زائد 1 على J X M وتساوي 1 على R C ماينس J على X M. هذول الاثنين من هون، وهذه تساوي زد هي حسبناها من هون والزاوية حسبناها من هون، أو هذه تساوي واي واي على ثيتا. بعدين بقدر أحسب هلا بنشوف المثال العملي لما يجي نحسب، بقدر أقسم هذه أقسمها لواحد على ار سي وجي على اكس ام. إذا هاي مراجعة على الأوبن سيركت